صاحب عمره لما سابه ومشي ما استحملش ومات بعده بكام شهر، فصار يدفن معاه في المدافن الخاصة بيه عشان يبقى جنبه. لحظات صعبة عاشها الفنان أحمد زكي بعد وفاة صديق عمره ممدوح وافي. صداقة نادرة جدا في كل حاجة، مش ناس كتير تعرف عنها ولا سمعت بيها، ومواقف بتبين معادن الصحاب. والصداقة الكبيرة بين الراحل أحمد زكي وممدوح وافي واللي حكتها بنته ياسمين ممدوح وافي خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس، اللحظات الأخيرة في حياة ولدها. ازاي احمد زكي استقبل الخبر، وزي ابوها كان حريص وهو على فراش الموت انه يخبي مرضه على صاحب عمره اللي كان هو كمان تعبان. وقالت ياسمين ان ابوها دخل المستشفى وقت تصوير فيلم حليم اللي كان المفروض انه يشارك فيه، ووقتها كان المرض اشتد على الفنان احمد زكي، عشان كده والدها كان بيتجنب الاتصال بيه عشان ما يحسسوش بمرضه ويتأثر. وعن يوم وفاته قالت ياسمين والدي كان داخل يعمل عملية القلب وتوقف، وكانت الساعة 9 الصبح لما جالنا الخبر. هاني أخويا كان عاوز يكلم عمو أحمد زكي لأنه مكانش عارف يتصرف ويعمل إيه، لكن ماما قالت له لأ، كانت خايفة عليه من الصدمة. واتصلنا بشخص كان قريب ليه وقلنا له الخبر، ووقتها قال إن عمو أحمد زكي كان حاسس إن في حاجة، وقالت إنه بعدها أحمد زكي اتصل بأخويا وقال له خلاص هو مشي، أنا وأبوك زي ما عشنا سوا هنموت سوا، هو كان جدع وهو عايش، بس مكانش جدع وهو ميت لأنه مشي. وقالت انه صمم على دفنه في المدافن الخاصة بيه لانهم ما كانوش على تواصل كبير بأسرة والدها بالفيوم، وفعلا الدفن في مدافن احمد زكي. وحكت ان ابوها مرضيش يقول لاحمد زكي علشان ما يتعبش نفسيا، لان والدها اكتشف مرضه بالصدفة لما كان احمد زكي بيعمل تحليل واشعة، وكان خايف من احد الاجهزة، وقرر ممدوح انه يدخل نفسه للجهاز عشان يشجعه عشان يكتشف انه مريض سرطان من مرحلة متقدمة جدا. بداية الصداقة بين الثنائي احمد زكي وممدوح وافي بدأوا لما تقابلوا في شقة المغتربين. الاتنين ما كانوش في سنة دراسية واحدة في معهد الفنون المسرحية، لأن أحمد زكي كان أكبر من ممدوح في سنين الدراسة، لأن وافي بدأ دراسة في كلية التجارة لكن جمعهم السكن. وافي بحسب كلام ياسمين بنته كان حنين جدا وبيحب أحمد زكي قوي وكان بينصحه دايما، عشان كده أول ما بدأ يبقى مشهور كان بيصر إنه ياخد ممدوح وافي معاه في كل شغله. وبتقول ياسمين عمه أحمد لما ربنا كرمه وبدأ ياخد خطوة مهمة كان بيبقى في إصرار شديد إن بابا يبقى معاه في كل حاجة، عمري ما شفتهم بيتخانقوا غير على فكرة انت ليه مش عاوز تبقى معايا في الفيلم، مش دوري، مش هنغير في الورق. وكان فيلم حليم اخر حاجة شارك فيها احمد زكي، وكان هيشارك فيها ممدوح وافي اللي توفى يوم 17 اكتوبر 2004، وتوفى احمد زكي بعده بكام شهر ورحل عن عالمنا في 27 مارس 2005، عشان تنتهي صداقتهم في الدنيا ويبقوا في جوار بعض في تحت التراب في نفس المدفن.